بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة فيديو جديد، البط الزونطط عنده 10 أيام. أنا حطاه في كرتونة وفيها تبن ومغطيهم كده، قلت النهاردة تعالين نمشيكم شوية. بصوا فرحانين ازاي، فرحانين ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله مغفر لي، الله مرحمني، الله مرزقني، يا الله يا كريم. قبل ما نبدأ الفيديو لو تكرمتوا اعملوا لايك للفيديو، اعملوا لايك للبطتين الجمال دهم. بصوا من ساعة ما طلعوا كل اللي أنا عملته لهم، اللي أنا بنحط لهم بادي عليه مية كده هوت ياكلوا، لسه بدأ نحط لهم بادي ناعم كده هوت، تركيز 21، لسه بادي ناعم كده لوحده ومية يشربوا. بعد كده هوت بقى نبدأ نحط لهم عسل في المية، نحط لهم معلقة خل في المية، العسل فيتامينات، الخل يكتر الفطريات اللي في معدته. معلقة كركم، نبشر لهم بصلة نحطها لهم على البادي كده هوت، نبشر لهم فصين توم. كل ده للبط العادي الجميل، يعني ليه اللي ما عندوش مشاكل. لكن البطة مثلا ما تبص على الأكل كتير وما تاكلش كده هوت، فنضطر نجيب لها من عند الصيدلية البيطرية كيسين كده ب15 جنيه، اسمهم مضاد للكررة للبط. نقعد ندهم لهم 10 أيام يبقوا كويسين برضو، بس هما كويسين لحد دلوقتي. نعمل لهم الايه، نعمل لهم الحاجات العادي اللي في البيت كده، بصلة اي حاجة، لكن هما كويسين خلاص. يا سلام فرحانين بيتمشوا. هنمشيهم شويه بس، هنحطهم في الكرتونه برضو وفي التبن، نخاف عليهم ونفرش لهم تبن، لكن هم فرحانين. الكرتونه ضيقه، قلت لهم تعالوا نفسحكم شويه في الجنين. سلام فرحانين ازاي، يتمشوا شويه ونحطهم تاني. بس هم اهم حاجه للبط الصغير اول ما يطلع الدفى، اهم حاجه في الاسبوع الاولاني ده هوت، الاسبوعين دول، وبعد كده هوت خلاص بقى نعمل لهم عشه صغننه كده. عندي عشه حضان صغير كده هوت نحطهم فيه. خلاص يبدا الجماع، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك في الخير يا رب. انا عندي بطه تانية بتجيب البط ابيض، اما دي هي ملونه بسيط كده، بتجيب البط ابيض، هي اسكوفي اصلا البطه. لكن البطه ده هي تبصوا بلدي سوداني، امهم بتجيب البطه اسمر، بطه كده وبطه كده، هما اتنين بطتين بس اللي انا مخليهم عندي. ده ريحان الشجر ده هوت، ريحان جميل، الريحة الله جميلة، ريحان. وده هيت وردة باين سجادة كده، بس لسه ما غلتش ورد فيها، لسه ظهر صغير كده. وده نعناع بلدي، نعناع بلدي، وده نعناع بلدي، نعناع بلدي ونعناع سعودي الطويل. أيوة ده نعناع سعودي وده نعناع بلدي، هم قاعدين زرعهم جنب بعض. ودي خبيزه ورده اسمها خبيزه كده، بتطلع ورد كده اهو لسه كده اهو، وده ريحان اهو. والطويله المزعزعه دي شجره مسك الليل، انا بنحب شجره مسك الليل، لازم نجيبها. كان عندي قبل كده اهوت واهملتها، ما زجتهاش، ماتت، رحت لسه جايبه دي، لسه شاريها ب10 جنيه. ودي سجاده، زهره اسمها سجاده كده اهوت،
فيديو جميل وخفيف. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.